أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما شروحات هذا المتن التي تنصحون بها؟ بارك الله فيكم. لا أعلم له إلا شرحا واحدا، هو العدة لابن قدامة تلميذ المصنف رحمه الله، العدة في شرح العمدة. نعم، هذا الذي أعرفه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.